بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام إن شاء الله بإذن الله راح يكون عن البوست في حلقة اليوم، واحتمال يكون في اكستنشن لحلقة تانية أو أكتر برضو عن موضوع البوست. بعد ما سبق ووضحنا الحديث عن الفروق ما بين البوستس والبيجز، النهارده راح نلقى تحت الداشبورد يا جماعه هنلاقي في حاجه اسمها بوستس. انا طبعا لو كنت موجود في الداشبورد هلاقي ان ووردبريس بيخليني او اول ما بعمل هوفر على البوستس بتطلع لي اربع حاجات اساسيه: اول بوستس واد نيو وكاتيجوريز وتاجز. النهارده راح نحكي في اول بوستس. فكره ووردبريس بمنتهى البساطه، لو انا مثلا ضغطت على اول بوستس ديت يا جماعه هيبتدي يعرض لي كل التدوينات الموجودة داخل الكونتنت داخل الموقع تبعي. وكالعادة الحاجة اللي انت بتضغط عليها بتلاقيها تتفرد في القائمة بتاعتها على ناحية الشمال، فهتلاقي ان الاربعة بيجوا جوه وبيجت الداشبورد هي، لان لما بتيجي تعمل هوفر عليها بتلاقي ان الهوم والابديتس والكلام ده. تمام، دي الفكرة. اوكي، يعني طيب انا واقف دلوقتي عند اول بوستس، الحاجة اللي عليها الاحساس ده اللي انت تلاقي اللون بتاعها ابيض، انما الباقي بتلاقيه رمادي، دي اللي انت واقف عليها دلوقتي. طيب راح نشرح البانل اللي مفتوح قدامنا في الورك سبيس ده، لان تقريبا بنسبه كبيره جدا راح يتكرر مع البيجز مع الكومنتس مع الميديا مع امور مختلفه، راح تلاقيه تقريبا في حاجات ثابته فيه. طيب جيد، النقطه الاولانيه انا عندي تدوينه واحده بس او بوستايه واحده بس، هي اللي مكتوب عليها التدوينه رقم واحد دي. اوكي ماشي، من فوق كده بتلاقي ان انت موجود في البوستس وجنب منها في اد نيو لو انت عايز تضيف تدوينه جديده، وده مش موضوع حلقه اليوم. طيب بتلاقي ان انت عندك اول وجنب منها في رقم معين، ده بمثابه ده بمثابه فلتر. انت عندك كام تدوينه؟ انا عندي واحده بس، واللي جنب منها في حاجه اسمها بابلش، دي عدد التدوينات اللي اتعمل لها ببلش. الله، هو انا مش كل التدوينات ممكن اعمل لها ببلش؟ احنا كنا قلنا قبل كده ان انت ممكن تكتب تدوينه وتحفظها كدرافت، يعني انت بتكتب ارتكل معين وجالك تليفون فما لحقتش تكمله فمش هينفع تعمله ببلش على كده، فعلشان كده هتحاول تحفظه كدرافت. او انت عملت سكادجول، يعني ايه؟ كتبت مجموعه من التدوينات وحددت لهم وقت معين هم هيبتدوا يتنشروا بشكل تلقائي، فدول بقى ايه اندر، يعني مش مستنيين الوقت اللي يجوا يتعمل لهم ببلش فيه، فبالتالي هم انببلشت كده يعني. فانت عندك اول ده بيعرض لك كل التدوينات، والببلش للتدوينات اللي معروضه بس، الاثنين واحد عندي لاني انا ما عنديش غير تدوينه واحده والتدوينه ديت انا عملت لها ببلش. فاهمني؟ جيد. اوكي، على اليمين خالص بتلاقي فيه سيرش بوستس، ده محرك بحث قوي جدا 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 للبحث داخل التدوينات تبعك. يعني مثلا لو انا كتبت، مثلا انا عندي تدوينه وتدوينه واحده بس، لو انا كتبت كلمه تدوينه وعملت سيرش علشان احاول اعمل تيستنج للكلام الجميل ده، هو هيحاول يقول لي بص الريزلت بتاعتي اهي، انا طلعت لك الحاجات اللي فيها كلمه تدوينه فطلع لي نفس الفكره بتاعت التدوينه بتاعي. تمام كده؟ انا لو عايز الغي بيقول لي انت عندك وان ايتم، لو عايز الغيها هدوس على الاكس وهعمل سيرش على الكل او اعمل ريفرش او ايا يكن، فبالتالي انا ايه هفضي السيرش بتاعي، وانا كده كده ما عنديش غير ايتم واحد بس. طيب جميل جدا. اوكي، الجانب الثاني بتلاقي فيه كومبو بوكس صغير كده مكتوب فيه البالك اكشنز، ده في حاجتين اثنين، في اديت وفي موف تو ترش، لكن ده عشان يتاكد انت محتاج تعمل سيلكشن. يعني ايه؟ يعني انت مثلا هتعمل سيلكشن على البتاعه دي، لاني انا ما عنديش غير تدوينه واحده بس، فراح اعلم لي على الكل. انت كده تفهم انك لما تحب تحدد الكل بتعلم على التايتل، لما تحب تلغي تحديد الكل بتعلم على التايتل، فبالتالي بحدد لك كل التدوينات اللي جوه، ولاني ما عنديش غير تدوينه واحده بس فالكل متحدد. ها انت عايز تعمل ايه دلوقتي؟ مثلا عايز تعمل ايديت او عايز توديها على السله، دول الامرين اللي بيكونوا موجودين معاك في البالك اكشنز ديت يا جماعه، يا اما تحدد تحرر ايديت تعمل ايديتنج فيها وده مش هنتكلم عنه اليوم، او انك توديها على السله بمثابه انك تحاول تحذفها. جميل، وبعد ما مثلا تختار موف تو ترش كل اللي انت محتاج انك تعمل ابلاي علشان يطبق لك البالك اكشنز دي. انت فاهمني؟ يعني انت عملت ايديت موف تو ترش، انت كل اللي محتاج انك تعملها ابلاي، بمجرد بانك تعمل ابلاي هتلاقي ان التدوينه يا جماعه راحت للسل. طيب جميل جدا، خلونا نلغي السلكشن ده. عندي جنب من ابلاي في حاجه اسمها اول ديتس، وده بمثابه نوع من انواع الفلتره لعرض التدوينات. انت عايز ايه؟ عايز التدوينات اللي حصلت في شهر جون 2017
ولا عايز الكل؟ ديت بند، البند التاني اول كاتيجوريز، انت عايز التدوينات اللي اتحطت تحت كل الكاتيجوريات، انا عم عندي او تحت كاتيجوري معينه، انا للاسف ما عنديش غير كاتيجوري واحده بس هي افتراضيا بيبقى اسمها ان كاتيجورايزد، يعني مش متفلتر، فاهمني كده؟ وبعدين لو انت عايز تطبق الفلتره دي جاست اضغط على فلتر بس. اوكي جميل جدا، يبقى انت ممكن تعمل اديت وموف تو ترش، بعدين ما تنسى ابلاي، او ممكن تطبق نوعين من انواع الفلتره حسب التاريخ او حسب الكاتيجوري وبعدين تعمل فلتر، او ممكن تستخدم السيرش تول، السيرش بوكس الجميل جدا القوي جدا اللي بيدور في قلب البوستس بس عشان تلاقي سيرش زيه في البيجز، هتلاقي سيرش زيه في الكومنتس وهكذا. الله المستعان. ده جانب. الجانب الثاني بقى خلونا ندخل على التول البار الجميله دي، بتلاقي انها موجوده اولا تايتل، وجنب منها في سهم صغير، ده بيعمل الرينج يا جماعه، بيحاول يرتب حسب ها التايتل، الاوثر ده مين اللي كتب الكومنت، ده مين اللي كتب البوست، بتلاقي ادمن، الكاتيجوري التصنيفه بتاعته، هنتكلم بشكل مفصل يعني ايه كاتيجوري، يعني ايه تاج، ايه الفرق ما بين الاثنين، وبعدين تاجز، انا ما عنديش تاجز، وبعدين هنا ده مسابيت الكومنتس بيديك خط لاني ما حدش عمل كومنت، الديت ده مسابيت التاريخ اللي اتنشر فيه بيقول لك ده ببلشت بدليل ان هو ببلشت، انا عندي بوست واحد ببلشت، انا لو رحت للببلشت المفروض ان هو يوديني التدوينات اللي اتنشرت اللي هي واحده، انا لو رجعت للاول هيوديني لنفس التدوينه لان هي واحده بس اللي برضه اتعمل لها ببلش، فاهمني؟ كل الكلام ده اللي عليه لينك، يعني كلمه ديت عليها لينك، تحس انها ايه؟ تحس ان كانها كليكابل كده، ده بيعمل وقت ما تلاقي كده والسهم صغير ده هيعمل ارينج يا جماعه، هيرتب لك التدوينات اللي موجودين حسب التاريخ، زي ما التايتل اهو بتلاقي السهم اللي فوق يعني هو يرتبهم لك تصاعديا، ها؟ هنا تلاقي السهم اللي تحت يعني هو يرتبهم لك تنازليا، الاثنين دول من انماط العرض يا جماعه، نفس السيناريو تحت، نفس السيناريو فوق، ممكن تلاقيهم معكوسين عادي جدا. ده بالنسبه ليه العمودين دول. نيجي على التدوينه نفسها، التدوينه نفسها اللي اسمها رقم واحد، ده اسم التدوينه، وتحت منها بتلاقي فيه ايه؟ بتلاقي فيه زي اكسربت، زي ايه يا جماعه؟ ده نص مقتطف بسيط من الكلام المكتوب جوه التدوينه، ده ليه الكلام ده يا جماعه؟ لاني لو رحت على سكرين اوبشنز هلاقي اني مغير في نمط العرض ومختاره اكسربت فيو. طيب ايه بقى اللي موجود في السكرين اوبشنز؟ بتلاقي العمود بتاع الاسر، شيله كده هتلاقي الاسر اتشالت، حطه كده هتلاقي الاسر اتحط، وهكذا في الكاتيجوري والتاج والكومنت والديت، وقت ما تشيل حاسس ان الدنيا زحمه فضي يا برنس. الباجينيشن اور باجينيشنز ده بالنسبه لعدد الصفحات اللي بيتم عرضها، نمبر اوف ايتمز بير بيجز، يعني انت عندك كام تدوينه ممكن تتحط؟ 20، بعد ال 20 التدوينه رقم 21 هيبتدي يحطها لك في صفحه ثانيه. طيب اوكي جميل. الليست فيو والاكسربت فيو، بص بقى انت في الليست فيو انت واخد هنت صغيره عن الكلام، انا اسف، في الاكسربت فيو واخد هنت عن الكلام اللي موجود، يعني ايه؟ التدوينه مكتوب فيها بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حضره سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم، لو انا اخترت ليست فيو وعملت ابلاي هتلاقي ان الوضع متغير، ده هيبتدي يعرض لك التدوينات بالليست بس مش هيطلع لي اكسربت، ها؟ فاهمني انت كده؟ يبقى في الاكسربت فيو هيحاول يجيب لك زي نص مقتطف بسيط عن التدوينه مكتوب فيها ايه اول سطر او اول كام سطر، علشان ايه؟ علشان تميز ما بين تدويناتك المختلفه، وده امر في قمه الجمال. طيب اوكي، نيجي لما بنعمل هوفر على التدوينه نفسها بتلاقي ان بيظهر لك حاجه، اربع حاجات اساسيين، ايديت وده مش هنحكي فيه، كويك اديت وده مش هنحكي فيه، وترش وفيو والاثنين هنروح نحكي فيهم. الترش بيساوي اني اعمل سيلكشن واقول لها موف تو ترش، وده هيوديه ولي على السله. الجانب الثاني الفيو، وده لو كليكيت عليه خليني اوقف وارجع مره ثاني، علشان انا هضغط بكليك يمين واروح اوبن النيو تاب يا جماعه، تمام كده؟ علشان اشوف التدوينه بتاعي على مين؟ على المانج، على النظام تبعي. طبعا انا ماليش دخل بالصوره والكلام الفاضي ده، انا التدوينه بتاعتي اهي ليها اسم يا جماعه، وليها كونتنت موجود، وليها ابيليتي ان اي حد ممكن يعمل ايه؟ اي حد عامل لوجن طبعا ان هو يعمل كومنت او يكومنت عليها ويضغط على كلمه بوست علشان التدوينه بتاع علشان الكومنت بتاعه يظهر. هو بيقول لي ذيس انتري وسبوت اتحطت في كاتيجورايزد، يعني في التاج في الكاتيجوري اللي هي لسه اسمها ان كاتيجوريز ان كاتيجورايزد، والادمن اللي هو انا اللي عمل لها ايه؟ اللي عمل لها ببلش، والبوك مارك بتاعها في البيرمالينك، والبيرمالينك ده امر في قمه الاهميه راح نحكي عنه ان شاء الله باذن الله في الحلقات اللي جايه. ده بشكل بسيط جدا اللي احنا عايزين نوضحه للناس عن البانل بتاع اول بوستس. طيب ازاي ابني تدوينه؟
طب بعد ما بنيت التدوينه عايز اعمل لها ايديت، طب ايه الفرق ما بين ايديت والكويك ايديت؟ ده اللي ان شاء الله باذن الله هنتعرف عليه في خلال الحلقه اللي جايه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.